يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. الأرض تعني للكثير منا أشياء كثيرة، فالبعض يراها تاريخ، والبعض الآخر تربطهم بها قصة كفاح، ولا يعرف أسرارها سوى أياد كدت وشقت في ترابها. لكن أحيانا تنقطع الحياة بها بانعدام الماء، وتقطع مصدر رزق الكثيرين. لاباس لاباس صحة رقم ليه الحمد لله انت لاباس الدار ولا رقم ليه الدراري والله رانا كنا ماشيين خصنا قالوا لنا خصنا واحد الفلاحة هكذا وصلنا عليك راك تخدم فلاحة اه والو ماكش تخدم والو لا لا حنا عاد ها ولا والو حنا خصنا واحد فلاح باش نخلو لك التراب ونودعوه فيك ايه تشدو ها ودك القهوه ديال هذا لا مول دوتك انا بدي وتك والو لا تجي وتكون على والو ماكش تخدم يا عاد وانت هذا ما ولا عقل لا شوف لا خدمه والو كيفاشك ما تاخذ والو كيفاشك معيشين ما كان واش راكم تاكلوا والو غير واحد ابنه ما عنده والو ما جاش عام دوتا وشنو هادو سكنوا على دوتا بقاسم انت متزوج؟ متزوج؟ متزوج عندك دراري؟ عندك دراري عندك ثلاثة؟ معك كيف دراري وكيفاش تجيب لهم الماكلة الخبز؟ ها؟ دراري كيف هو؟ كيفاش هما تمكل فيهم؟ الماكلة تبقى بخبز خبز؟ والو والله رحمة تختي هذوك والو والو خدمة ما خدمة ما كانش خدمة ما كانش ما كانت خدمة ولا والو الله تقول القرآن هكذاك وتقول لك قاهي وتقول الجواب وتقول لك والله ما بالي انا جيت باش نديك باش تخدم الارض ها عندنا واحد الارض لهنا وصلنا عليها قلت انا امور عندك تشدنا الارض هذيك تخدم فيها صحيح ونديروا لك شهريتك ولا تقدر تشدها ما عليك ما فتفلح ما عليك ما عليك اه وانت ما عليك دوكا جا رمضان كيفاش راكم ديروا رمضان رمضان جادو يا رواد ها والله والله انت انسان طيب انت تضحك ها ولا اخذ ما والو هنايا والو والو ما ما كانت والو هنا ما دانيك والله وين ما تجي ثلاث من هنا ما جمله من فوق من يجي هنا ما كتدوه ما راه خايف ولا كان والو جبت لك هذا ما تعيط ما تجوا ما قدامك انت وعلى قلبك تبقى على وجهك
دراري 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 اقرا اقرا شويه اقرا كان جو انا جو قال اقرا يا ربي يكون معك ان شاء الله ان شاء الله. بالقاسم شوف شوف انا خليك هادو شوف هادي شوف شوف شو هذا داخل ما تخرجش ما تخرجش هادو هما توت رمضان كاين ناس قلبهم محنينة مسخرهم ربي لينا وش كنت تخدم فيهم قبل؟ خدمة وش كنت تخدمها؟ ايه قبلها؟ ايه هو والو قال شوي عن تعب شوي خمام بتركو ورمانا قلاك اوكي والو عشينا ضايا خملوا بيها قلت منا يخملوا خمسي عشي والله والو ما هو حامل تختي والله والو بالقسم أنا رايح شو قهوة لا 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 رب والله غرب حامل قالت أبونا قهوة والله غرب يخليك والله غرب ولا قهوة طيب شو قهوة والله ربي يخليك كاين ناس قلبهم محنينة مسخرهم ربي لينا انت انت واش عارف تخدم خدمة ايه وهنا ما خدمت وياه واحد انا خدمة خمسة خمسين واحد 150 نقول واحد 100 ما حاب تخدم عنده ايه معلش الربع ولا خمسة ولا اقل يسر بزاف انا 5000 جواب ونجي ايه يا ايه يا لا انا روح انت انسان طيب والله ربي يستر ما عندكش بصح خدمت لي في هنا نحل تعرف نحل 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 يدير العسل نجيبوا لك صنادق نعطوهم نخلوهم لك مليح عليك عليك اه كيف نهار منه لا نخليهم لك نعطيهم لك دراري ماشي دراري نحل نحل صندوق تاع نحل تعرف نحل ما عليك تعرف تخدمو ايه ايه انا راح نجيب لك صنادق تاع عسل ما عليك وش رايك؟ ما عليك ما عليك تقدر تخدمو؟ انت تعقل نقول لك والله والله بالقسم حنا وصلونا لك الناس وصلونا لك الناس الخير وصلونا لك باش ما قلتي ولا غاك عادي شوف ربي يقدرك ان شاء الله شوف شوف يا مني والله غير على بالي بالقسم والله غير على بالي شوف حنا راح نجيبوا لك صنادق تاع النحل ونعمروهم لك بالنحل باش انت تعود تخدم النحل مليح عليك اه باش امي يعود عندك الرزق انت اللي تجيب رزقك وحدك اه ما ليش راني قابل بحالتي انا ايش مغبون ونكمل حياتي يدي لي مدها ونطلب بيها نرفدها انا نجيب لك صنادق تاع عسل تربي نحل هنا وتعود تخدم العسل مليحه ما عليك اه ما عليك وما عاد يجيب لك باش تاكل انت وخدم العسل مليح والعام الجاي ان شاء الله تعال نجيو ندو العسل تعال افتح ربي تعال باذن الله هاي انا نخليك انا يجيك اللي وصلنا لعندك باش يجيب لك صنادق تاع العسل ها تهلا نجوك العام الجاي ان شاء الله وندو العسل نشرو من عندك لا لا العسل العسل كي يجيو خدمنا حاجه شابه هكذا صح تهلا في روحك بسلامه بالقاسم
قدمت